نكمل مع بعض بقية الحروف اللي عندنا، حرف الإكس والجريك والزد. أول حرف عندنا إكس، آن تاكسي. آن تاكسي زي ما خدنا مع بعض، عندنا الأرتيكل آن ديفينين، آن وإن ودي. آن اللي هي أخت لو، وين أخت الله، ودي أخت اللي. آن تيجي مع المسؤولية اللي هو المذكر، إن مع الفيمينال المؤنث، الدي تيجي مع الجمع يعني أي كلمة آخرها إس أو إكس. أول كلمة عندنا على الإكس آن تاكسي اللي هو التاكسي. بعد كده آن يا أخت، آن يا أخت اللي هو الزبادي، آن يا أخت. حرف الزد أنزو زي الإنجليش بالظبط اللي هي الحديقة. أنزو أن زبر، أن زبر. بعد كده الاكسرسيس دوفوار، هنكتب الكلمات دي ونعرف المذكر والمؤنث وكل كل كلمة ليها الأرتيكل بتاعتها، ونحل الاكسرسيس مع بعض على الحروف. كومبليت با لو لا ليه الا بسطه زو بس نعم. هتاخد لو ولا لا ولا ليه ولا الا بسطه؟ قلنا مسكونات. الو يوزين ده حرف فويل زي ما قلنا، فويل الا بسطه. تاكسي لو، زبر اخرها اس ليه، تات ليه عشان اخرها اس، يونيفورم بدأ بالاي اللي هو فوال. الاساسي ده فوال ان شاء الله. اشوفكم على خير.